بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي جه ميعادنا مع الدولة الأخيرة في الدول المقررة علينا هذا العام، وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. دولة الولايات المتحدة الأمريكية تقع عندي في قارة أمريكا الشمالية، تتكون من 50 ولاية زي المحافظات كده. يوجد منهم ولايتين خارج الموقع الفلكي وخارج برضو الموقع الجغرافي. الولايتين دولت هم ولاية اسمها هاواي، دي مجموعة من الجزر تقع في المحيط الهادي، بالإضافة لولاية ألاسكا وتقع في الشمال الغربي لقارة أمريكا الشمالية. زي ما احنا متعودين نتكلم على الموقع الفلكي، رغم ان هو مش بيتذكر عندي في الامتحان او مش مطالب بيه، ولكن بيفيدني في الكلام عن المناخ وشيء مهم. تقع بين دايرتي عرض 25 شمالا و49 شمالا، يعني برضه هي كلها في نصف الكرة الشمالي، بين خطي طول 125 و67 غربا. يعني دولة الولايات المتحدة الأمريكية تقع كلها في نصف الكرة الشمالي وكلها في نصف الكرة الغربي. بالنسبة ل حدودها، بيحدها من الشمال دولة كندا، ومن الجنوب دولة المكسيك وخليج المكسيك، شرقا المحيط الأطلنطي، غربا المحيط الهادي. ودي طبعا الولايتين اللي اتكلمنا عنهم، جزر هاواي ودولة ولاية ألاسكا. هنا جزر هاواي تقع في المحيط الهادي، بينما ألاسكا تقع في الشمال الغربي لقارة أمريكا الشمالية. مساحتها حوالي 9.4 مليون كيلومتر مربع، دي مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للتضاريس، التضاريس متنوعة تنوع كبير جدا 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 في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. التضاريس متمثلة في إيه؟ الجانب الشرقي أو المرتفعات الشرقية أهي، ودي يطلق عليها جبال الأبلاش، جبال الأبلاش في الشرق. طيب الساحل الساحلي وساحل خليج المكسيك، أدي الساحل الساحلي أهو، وأدي ساحل خليج المكسيك. والساحل الساحلي ده بيتميز بيه ان سطحه سطح مستوي، يعني ما هواش ارتفاع وارتفاع كبير ولا حاجه، ساحل ساحلي مستوي. يوجد فين؟ ادي الساحل الساحلي اهو، وادي خليج المكسيك، بيتميز بيه استواء السطح ويتسع في ناحيه الجنوب. اما منطقه السهول الوسطى فدي يجري بيها نهر يعرف بنهر المسيسيبي. حضرتك دلوقتي راجع وماسك الخريطة الصماء وانت بتذاكر عشان توضح كل جزئية على الخريطة. زي ما بشرح معاك، السهول الوسطى يجري بها نهر يعرف بنهر المسيسيبي، ادي السهول الوسطى اهي وادي نهر المسيسيبي. اما الجزء ونطاق المرتفعات الغربية بيتكون من جبال روكي وهضبة كولورادو، بالإضافة لمجموعة من الجبال في الجهة الغربية، أهمها جبال كاسكيد، أهمها جبال كاسكيد. طيب بالنسبة للمناخ والنبات الطبيعي، فالمناخ والنبات الطبيعي متنوع في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، بما تفسر تنوع المناخ والنبات الطبيعي في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. أيوه، بسبب اتساع مساحة الدولة هو تنوع التضاريس فيها، فده يؤدي إلى تنوع المناخ. طيب بالنسبة للجزء الأول من المناخ، اسمه مناخ إيه؟ مناخ شبه المداري الحار، مناخ شبه مداري حار مع وجود أمطار غزيرة طوال العام. طب ده موجود عندي فين؟ موجود في الساحل الجنوبي الشرقي
زي ما انت شايف كده بالظبط قدامك على الخريطة، ودلتا نهر المسيسيبي. يتميز بوجود بعض الأعاصير المدارية، كما يوجد به مجموعة من الغابات تعرف بالغابات الإقليم الصيني. أما منطقة السهول الوسطى، أهي أدي السهول الوسطى، فبتختلف طبعا من منطقة لأخرى نظرا لاتساعها، وهي منطقة تمتد عند من الشمال إلى الجنوب. أما بعض أنواع النباتات اللي موجودة فيها، ففي بعض النباتات والحشائش في الوسط وغابات في أقصى الجنوب. أما الإقليم الجبلي ده موجود عندي في الغرب، فهذا الإقليم بتقل فيه الأمطار في الناحية الجنوبية، عشان طبعا صحراء أريزونا دي صحراء جافة وتنتشر بها بعض الأعشاب الصحراوية. بالنسبة للمرتفعات الشمالية الغربية في هذا المكان، فتتميز بوجود بعض الأمطار الغزيرة، حرارة منخفضة، وبها بعض الحشائش والنباتات الجبلية. عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتعداد 2014، يعني من 6 سنين تقريبا، كان حوالي كام؟ 318 مليون. طيب ال 318 مليون هل بيتوزعوا كلهم بشكل واحد على مساحة الدولة، أم هناك بعض المناطق يتراكز فيها السكان والبعض الآخر يقل؟ طبيعي في أي مكان إن السكان بيتركزوا في مناطق معينة. والكلام هنا على إقليم اسمه إقليم نيو إنجلاند، بيتركز فيه حوالي 50% من السكان في المنطقة الشمالية الشرقية، اللي بيمثل حوالي 12% فقط من مساحة الدولة. السؤال ليه يعني 318 مليون، يعني حوالي ما يقرب من أكتر من 150 مليون، حوالي 159 مليون بيتركزوا، يعني 50% من السكان بيتركزوا في إقليم معين اسمه إقليم نيو إنجلاند. طب والإقليم ده بيقع فين؟ في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. طب هو مساحته كام؟ 12% فقط من المساحة الكلية. ليه؟ ايه السبب؟ عشان في مدن كبرى، واحنا الكلام ده كنا عارفينه من الترم الاول، ان اي مدينه كبرى بيتركز فيها السكان. طب مدينه ايه بقى؟ طبعا مدينه نيويورك، واحده من اجمل واهم مدن العالم اقتصاديا، وطبعا فيها مناطق صناعيه وتجاريه كبيره جدا. المكان الثاني اللي بيتركز فيه السكان وهو السهول الوسطى، بالتحديد حول البحيرات العظمى والسهول الفيضية لنهر المسيسيبي. أما في بعض المناطق الغربية، فالسكان بيتركزوا في مدن صناعية ومناطق مهمة جدا جدا جدا، زي مدينة فرانسيسكو، سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، والمناطق الزراعية الخصبة. طيب يبقى السكان 50% في إقليم نيو إنجلاند، بعض السكان بيتركزوا في السهول الوسطى، ارتفع الكثافة السكانية في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس في الغرب، وبعض السكان بتبدأ تقل شوية في المرتفعات الغربية بسبب وعورة التضاريس، يعني صعوبة المكان والجبال الموجودة، بالإضافة لبعض الظروف الطبيعية الصعبة زي برودة الجو في ولاية ألاسكا. نيجي لي طبعا ادي خريطة توزيع السكان، ادي اقليم نيو انجلاند اهو، ادي منطقة السهول الوسطى، وادي مدينة سان فرانسيسكو، وادي لوس انجلوس في الغرب. طيب نيجي نشوف السكان في الولايات المتحدة الامريكية بيشتغلوا بحرفة ايه. طبعا الدولة تتمتع بموارد اقتصادية ضخمة جدا جدا جدا، موارد طبيعية متنوعة متعددة أدت إلى تنوع وتعدد الأنشطة الاقتصادية، وتعدد الأنشطة الاقتصادية أدى إلى ضخامة الإنتاج الاقتصادي. فالسكان بيعملوا بإيه؟ بيعملوا طبعا أكيد بالصناعة، وفي كمان نشاط زراعي مهم، اللي تعتبر أو تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بضخامة وتنوع الإنتاج الزراعي. إيه السبب؟
السبب ان دولة امريكا فيها انتاج ضخم جدا جدا جدا. قال لي بسبب وجود اراضي زراعية خصبة واسعة. طيب الاراضي دي فين؟ اما في سهول نهر المسيسيبي في الوسط اهو، وفي الجنوب الشرقي، الوادي الاوسط بولاية كاليفورنيا، بعض المناطق على جوانب المرتفعات، بالإضافة لاعتمادها على التكنولوجيا الحديثة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي من أهم دول العالم في إنتاج القمح وأيضا بنجر السكر. طيب بالنسبة لإنتاجها الحيواني وإنتاجها السمكي، قال لي تتمتع دولة الولايات المتحدة الأمريكية بوجود العديد من رؤوس الأبقار والأغنام والخنازير، بتنتج طبعا كميات كبيرة جدا 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 من اللحوم، جزء كبير جدا أو جزء منها آسف بيصدر للخارج، والإضافة لإنتاج الألبان والجلود. بها ثروة سمكية كبيرة جدا جدا جدا، بما تفسر لوجود محيطين كبيرين وهما المحيط الأطلنطي في الشرق والمحيط الهادي في الغرب، بالإضافة لوجود العديد من الأنهار والبحيرات. طب بالنسبة للإنتاج الصناعي، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية القوة الصناعية الأولى في العالم، بما تفسر بسبب وجود كل المقومات الطبيعية والبشرية. الدولة دي عشان تعمل صناعة لازم عوامل طبيعية وبشرية، زي الموقع المتميز اتكلمنا عنه قبل كده، زي مصادر الطاقة، زي المادة الخام، عوامل بشرية، الآلات الحديثة، سوق رأس المال، الأيدي العاملة، كل دي عوامل ساهمت إن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم. طبعا دولة الولايات المتحدة الأمريكية بتنتج كميات كبيرة جدا 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 من المعادن ومصادر الطاقة، بتقوم بتصنيع العديد من الصناعات المهمة والمتقدمة، زي صناعة السيارات، زي الصلب. واحد هنا بيفكرني بيقول لي يا مستر انت قلت لنا قبل كده ان الولايات المتحده الامريكيه الدوله الاولى بالفعل في العالم في انتاج الالومنيوم وتصنيع الالومنيوم، بتنتج لوحدها تلت انتاج العالم من الصناعات الكهربائيه والالكترونيه. انت متخيل مدى قوه هذه الدوله صناعيا وتقدما؟ طيب انا هفاجئك بقى يا سيدي، دي بتحتل المرتبه الاولى في العالم في صناعة ايه؟ متخيل؟ متخيل بيصنعوا ايه؟ طيران، سفن فضاء، والأقمار الصناعية. طيب دولة الولايات المتحدة الأمريكية بتضم العديد من المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية الرئيسية، يعني هي من أهم القوى الصناعية في العالم. طب أكتر أماكن ما بيصنعوا فيها فين؟ أول حاجة منطقة الشمال الشرقي. واحد هنا بيفكرني بيقول لي نيو انجلاند، برافو عليك، دي منطقة مهمة جدا بيتركز فيها السكان عشان في مناطق صناعية مهمة، بالإضافة لأن المنطقة دي بتضم منطقة البحيرات العظمى. في منطقة الجنوب فيها مدينة برمنجهام، بالإضافة لمنطقة الغرب الساحلي ودي فيها مدينة سان فرانسيسكو. برافو عليك. طيب بالنسبة لأهم المدن، زي ما عرفنا في كل دولة ان احنا بندرس اهم المدن واهم شيء تتمتع بيه هذه المدن من اهمية. طبعا اي مدينة مهمة في دولة الولايات المتحدة الامريكية لازم تكون هي العاصمة السياسية مدينة واشنطن، ودي المدينة تطل على المحيط الاطلنطي وهي العاصمة السياسية، فطبعا مقر البيت الابيض مركز الحكم. مدينة نيويورك واحدة من اهم الموانئ على المحيط الاطلنطي وبها مقر الامم المتحدة. مدينة شيكاغو، ادي موقع مدينة شيكاغو، اكبر مدن السهول الوسطى وتقع على بحيرة ميتشيغن. اما مدينة سان فرانسيسكو فاكبر الموانئ الامريكية على ساحل المحيط الهادي. ايوه انا شايف هنا واحد اهو بيجيب ورقه وقلم ويكتب الكلام ده عشان يحفظه وما ننساهوش. خلي بالك ان المدن كده بتكتر علينا، لازم كل مدينه اعرف هي موجوده في دوله ايه
وتهتم بإيه أو هذه المدينة شهرتها إيه. آخر جزئية معانا وهي العلاقات المصرية الأمريكية، هي علاقات قوية جدا 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 في العديد من الاتفاقيات بين الجانب المصري والجانب الأمريكي، الجانب الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي، جانب علمي، جانب تجاري، في اتفاقيات عديدة جدا 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 بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، منها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة أو اتفاقية الكويز. مصر طبعا بتقوم باستيراد العديد من المنتجات الأمريكية، طبعا هذه المنتجات هي منتجات تكنولوجية حديثة بالإضافة للأسلحة والطائرات وغيرها. دي علاقات قوية جدا 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 بين مصر وأمريكا، علاقات في الجانب الاقتصادي، تكنولوجي، ثقافي، علمي، تجاري، اتفاقية تجارة حرة زي ما قلت قبل كده، علاقات كبيرة جدا جدا جدا، وإن دلت على شيء تؤكد على أهمية العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الولايات المتحدة الأمريكية. وبكده نكون وصلنا لآخر جزء من الدرس. أتمنى إن الكلام ده يكون بيتذاكر ويتحل عليه أسئلة، لأن الأسئلة مهمة جدا جدا جدا، وأنا في سياق الدرس شرحت لك الأسئلة دي ممكن تيجي إزاي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.